السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل دلوقتي ان شاء الله مراجعة سريعة محاضرة الانتسايكوتكس. عرفنا ان الانتسايكوتكس معناها دراسة السايكوزس والسكيزوفرينيا، هي الموست كومن والموست كلاسيك اكزامبل للسايكوزس. وعرفنا ان السكيزوفرينيا ليها اتنين سيمتومز، بوزيتيف ونيجاتيف. بوزيتيف يعني زيادة، نيجاتيف يعني نقص. بوزيتيف زي الهلوسة والديلوشنز، ونيجاتيف زي السوشيال ويدرووال، انتليكشوال ديسفانكشن، والفات ايموشنز. البوزيتيف جود ريسبونس للدراجز، اما النيجاتيف بور ريسبونس للدراجز. وعرفنا كمان في معلومة بتقول negative symptoms يا إما تظهر من البداية from the start أو appear after years بعد ال brain atrophy، بعد ال brain atrophy، يا إما from the start يعني. وكمان بيقول هنا ال antipsychotics هي drugs بتستخدم عشان control manifestations بتاعة ال psychosis. طيب ال manifestations بتاعة ال psychosis ال hallucinations خصوصا ال auditory. وكمان عرفنا ال delusions هي false fixed beliefs، شخص بيبقى حاسس فيها انه بالاضطهاد وان هو عظيم يعني، اضطهاد يعني persecution، عظيم يعني paranoid او grandeur. وعرفنا انه اصلا بيبقى شكاك. في هنا معلومة ان هو بيقول يعني بيبقى عنده incoherent speech يعني كلامه مش متلخبط، و abnormal behavior دايما بيبقى aggressive و agitated. جينا دلوقتي عشان نعرف سبب السكيزوفرينيا، هو زيادة في الدوبامين اكتيفيتي اللي موجود اصلا في البرين. اصلا الدوبامين عبارة عن نيوترانسميتر موجود نورمالي في البرين بنورمال ليفل. المين ارياز هو عبارة عن البيتيوتري، الواحدة فيهم اللي هو البيتيوتري، والفوميتنج سنتر، وكمان عندي الميزوليمبيك سيستم وده اهم واحد، والبيزال جانجليا. في البيتيوتري لو هو قل البرولاكتين يزيد، لما البرولاكتين يزيد هيعمل لي هايبر برولاكتينيميا، بيأثر على البوث سكسز ميل وفيميل. لو هو ميل هيعمله جاينيكوماستيا، لو هي فيميل هيعمل لها جلاكتوريا، وكمان هيعمل لها جلاكتوريا امنوريا. وعلى البوث سكسز فهو بيعملوا انفيرتيليتي. طيب في الفوميتنج سنتر بستخدم نقطة ان الانتسايكوتكس ممكن استخدمها في علاج كل انواع الفوميتنج، خصوصا نتيجة الكانسر ثيرابي والراديو ثيرابي، بستخدمهاش في الموشن سيكنس. الميزوليمبيك سيستم بيبقى فيه اتنين نيورو ترانسميترز، دوبامين وسيروتونين. بالمناسبة يا شباب، البوزيتيف بسبب زيادة الدوبامين، والنيجاتيف بسبب زيادة السيروتونين. البوزيتيف سيمتومز بسبب زيادة الدوبامين، اما النيجاتيف بسبب زيادة السيروتونين. يبقى ممكن استخدمها في الميزوليمبيك سيستم في ان انا اعالج مثلا البوزيتيف سيمتومز اللي هي عباره عن ايه، عباره عن هلوسينيشنز وديلوشنز واجيتيشن. اجيتيشن يعني انسان زهقان، يعني فايلنت بيشنت، لما اديها الفايلنت بيشنت بيهدى خلال ساعات. طيب هي عندي اصلا سايكوتكس، فعشان كده استخدمها في علاج السايكوزس سواء برايمري او سكندري. البرايمري زي السكيزوفرينيا اللي هو انفصام الشخصيه، المانيا يعني الجنون او الهوس، وكمان السايكوتيك ديبريشن. الكلام ده كله موجود في السلايدز الجايه، فاحنا بنحاول نلمع على السلايد ديت. يعني ديبريشن يعني اكتئاب ليه اعراض سايكوزز، وسكندري سايكوزز نتيجه البرين تيومرز يعني اورام في المخ، او الكوكايين ديمانشيا يعني الانسان بينسى نتيجه ان هو بياخد كوكايين. يبقى احنا دلوقتي عندنا البيتيوتري وكمان الفوميتنج سنتر والميزوليمبيك، فاضل هنا اللي هو البيزال جانجليا. للاسف لما الدوبامين بيقل بيعمل لي كسرة بيراميدال مانيفستيشنز، هنشوفها في الجدول دلوقتي ان شاء الله. او سكيزوفرينيا نتيجه زياده الدوبامين اكتيفيتي في البرين في الميزوليمبيك. في معلومه بتقول ان عندي خمسه سب تايبز من الدوبامين، من دوبامين ريسبتورز. عندي دي 1 دي 5 دي جروب 1، ودي 2 دي 3 دي 4 ده جروب 2. جروب 1 اكسيتاتوري، جروب 2 انهبيتوري، جروب 1 بيزود الادرينال سايكليز، جروب 2 بيقلل الادرينال سايكليز، وكمان بيزود البوتاسيوم اوت فلكس عشان اعمل هايبر بولاريزيشن يعني حاجه انهبيشن. عرفنا ديت. في معلومه بتقول ان تاثير الدواء ممكن يتاخر لكذا اسبوع، فيعمل بيشنت كومبليانس، فهيقلل البيشنت كومبليانس يعني هيقلل التزام المريض بالدواء. هنا بقى استعمل الانتي سايكوتيك دراجز التيبيكال واتيبيكال. التيبيكال بتشتغل على الدوبامين اكتر من السيروتونين، الاتيبيكال بتشتغل على الدوبامين والسيروتونين ايكوال افيكاسي، يعني الاثنين شبه بعض، نفس التركيز يعني بتاع الشغل. وبعد كده هناخد اول حاجه اللي هو التيبيكال. عرفنا التيبيكال انسايكوتكس عرفنا بتشتغل على الدوبامين ريسبتورز، بتقفله لي في الميزوليمبيك اهم حاجه عندي، والبيزال جانجليا والفوميتنج سنتر اللي هو سي تي زد والبيتيوتري والهايبوثالامس. استخدام بقى الانسايكوتكس احنا قلناها ده كله، قلناها على السلايد بتاعه البرين.
جينا بقى للسايد افكتس بتاع اللي هو كيسر برضه مانيفستيشنز، عبارة عن هم خمسة اللي هو كاثيديا ودستونيا وباركنسونيزم، باركنسونيزم وتارديف ديسكاينيزيا، وكمان نيروليبتيك ماجنين سيندروم. تعال نشوف اهم النقط اللي فيها. اكاثيديا يعني انسان مش عارف يقعد على بعضه، بيقعد مثلا يتحرك في الاوضه، يقعد يهز رجله ويعمل حركات غريبه، ديت حاجه بسميها موتور ريستنس. طب سببها بسبب نقص ال ان انا بعمل بلوك للدوبامين ريسبتورز موجوده في البيزا الجانجليا، كلهم نفس الميكانيزم، كل اللي جاي برضه نفس الميكانيزم. طيب ده واحد عنده فرط حركه يعني ستايل كولين، فعشان اعالجه هديله انتيكولينرجكس اللي هو عباره عن اللي هو بنزوتروبين، بديله كابروفيلاكسس، بديله كابروفيلاكسس يعني الكسر برضه المانيفستيشنز. في معلومه بتقول ان الكاسيزيا ممكن اعالجها عن طريق البنزو دايزيبينز والبيتا بلوكر. دي اول واحده اللي هو الاكاثيزيا. تاني واحده اللي هي ديستونيا. ديستونيا ديس يعني ابنورمال، تونيا يعني تون. اما يكون ابنورمال تون مثلا يحصل سبازم يعني شد عضلي. وبيقول هنا في حاجه اسمها نيكتور توكوليس، يعني ان النك السايد اوف ذا نك اللي عنده سبازم النك بتروح ناحيته، يعني لو جنب الرقبه اليمين هو اللي فيه سبازم اللي الرقبه بتروح يمته والعكس صحيح. قلنا كلهم بسبب نقص دوبامين ريسبتورز في البيزا الجانجليا، ونفس علاج الكاثيديا اللي هو انتيكولينرجيك. الباركنسونيزم يعني شلل الرعاش، شلل يعني هايبوكاينيزي يعني نقص في الحركه، وكمان ريجيديتي، رعاش يعني تريمورز. طيب كلنا قلنا برضو عرفنا ان كلهم بسبب نقص الدوبامين ريسبتورز في البيزا الجانجليا، عشان كده بعالجه عن طريق الانتيكولينرجيك، نفس علاج الاكاثيديا اللي هو انتيكولينرجيك. رابع حاجه تارديف ديسكاينيزيا. تارديف يعني متاخر، ديس يعني ابنورمال، وكاينيزيا يعني في الحركه. تارديف يعني ليت، بتحصل من 2 ل 5 سنين بعدها. للاسف ان هي حاجه ريفرسبل حتى بعد ما اعمل ديسكونتينيوشن للثيرابي، حتى بعد ما اوقف الدواء. يعني اصلا تارديف ديسكاينيزيا ابنورمال انفولنتري موفمنت زي الامثله ديت، للاسف لانها بتحصل على المدى الطويل. الجسم من كتر ما الواحد بياخد انت سايكوتيك بيحاول يكمبنسيت، فبيعمل اب ريجوليشن للدوبامين ريسبتورز، فبيعمل لها سوبر سنسيتيفيتي، بحسها جدا على النتيجه الكرونيك بلوكيد. وخصوصا يعني خصوصا بقى لو هو بياخد، لان خصوصا لو هو بياخد انتيكولينرجيك، احنا عرفنا ان الدوبامين في علاقه عكسيه مع الاستايل كولين. دوبامين هنا بقى لما يزيد في الحاله ديت الاستايل كولين يقل، فهو اصلا لو بياخد انتيكولينرجيك الحاله بتبقى اسوأ. طب علاجها ان انا بريفنتيف، ان انا امنع الموضوع ده من الاول عن طريق ان انا اخد الدواء اقل جرعه لاقل وقت، وكمان اقلل الانتيكولينرجيكس، لان طبيعي هو اصلا الدوبامين هنا لما زاد هو اصلا الاستايل كولين قل، فانا ما اروحش ابوظ الدنيا اكتر واديله انتيكولينرجيك. ويا ريت لو احاول استخدم بقى الاتيبيكال ايجنتس. اخر حاجه اللي هو النيوريبتيك ميجرين سيندروم. نيوريبتيك لاني بستخدم فيها الانتي سايكوتيك، ومالجننت لانها الديثريت بتاعها اللي نتيجه للفيفر. سندروم دي اصلا حاجه رير مش كومن. طيب ايه اعراضها؟ اللي هو فرس الاف اللي هو الفيفر، والار اللي هو عباره عن اللي هو المصر ريجيديتي، والاس اللي هو سيفير فورم من الباركنسونيزم. ديت حاجه بتبقى ايديو سنيكراسي، يعني بتبقى حاجه فرديه لانه عنده حساسيه من النيوروليبتكس. طيب بس بعالجها ازاي؟ عن طريق ان انا بدي بعالج الريجيديتي عن طريق ان انا بدي المصر ريلاكسنت اللي هو الضاي والدان، الضاي دايازيبام والدان دانترولين. وبعالج كمان الباركنسونيزم عن طريق انتي باركنسونيان دراجز. وكمان الانتي سايكوتيك بتشتغل على دوبامين ريسبتورز واوتونوميك ريسبتورز اللي هو عباره عن الهيستامينيك والماسكارينيك والالفا 1. استخداماتها، بما اني قفلت الهيستامينيك يبقى قفلت الحاجه اللي بتعمل انفلاميشن وممكن يعمل اتشنج، فكده انتي بروريتيك، خصوصا البروميثازين. برو يبقى بروم مع بعضها. وكمان بستخدمها في السيفير انكزايتي وفي الريزيستنت اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر. سيفير انكزايتي يعني القلق الشديد، اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر يعني الوسواس القهري. فبستخدمها كناركوتيك انالجيسيك يعني مسكن مخدر للكرونيك بين في حاله السيفير انكزايتي، وبستخدمها كاندي بريسنت في الاو سي دي الريزيستنت او سي دي. سايد افكتس بقى، لما قفل الالفا هتعمل لي بوستشر هايبوتنشن، يعني لما واحد يجي يقوم من النوم يحس ان هو دايخ كده، وسيشوال ديسفانكشن لاني اصلا الالفا حاجه فازو كونستريكشن، فمقفله عملت فازو دايلاتيشن.
وبعد كده لما قفلت الماسكارينك عامل لي اتروبين لايك اكشن اللي هو عباره عن دراي ماوث دراي سكين كونستيبيشن ويورين ريتينشن، ولما قفلت الهيستامين عمل لي سيديشن هدى الشخص ده. عندي 2 اس زائد 2 سايو. الاس اول واحده فيه كوليستاتيك جوندس، تاني واحده الكونفالجنز كوليستاتيك جوندس لاني عملت انفلاميشن في الهيباتوسايتس فعملت لي الكوليستاتيك جوندس الكونفالجنز نتيجه نقص الثريشولد. الثايو ريدازين بيعمل حاجتين، بيعمل كورنيا لينس ديبوزيتس وكارديو توكسيك لانه بيزود الكيو تي انترفال. ممكن نحفظها ان الثايو بيعمل حاجه اللي هو البعيد عن العين بعيد عن القلب، العين يبقى كورنيا لينس ديبوزيتس، القلب كارديو توكسيك لانه بيزود الكيو تي انترفال. وبعد كده قسمنا تاني التيبيكال انتي سايكوتكس مع انهم نفس الافكاسي بس بيختلفوا في البوتنسي اللي هو الفعاليه والسايد افكتس الاثار الجانبيه. فاللو بوتنسي عباره عن اللي هو ممكن نحفظها في كلمه سك، دي عباره عن ثايوريدازين والسيل هو عباره عن كلوروبرومازين، يبقى اللو بوتنسي ثك. كل حاجه ليها ميزه وليها عيب. ميزتها اللي هي السنترال سايد افكتس، عيبها ان هي مور اوتونوميك. اما الهاي بوتنسي بقى هاي يعني مثلا واحد داخل على جماعه فبيقول لهم هاي، بيقول لهم هاي يعني اللي هو هالو يبقى هالو بريدول، والجماعه دول الثلاثه يبقى تراي فلو برازين. كل حاجه لها ميزه وليها عيب. ميزتها ان هي ليس اوتونوميك، ليس اوتونوميك، فبالتالي الكارديو توكسيك الكارديو توكسيسيتي بتاعتها بتبقى قليله، عشان كده بيستخدموها في الكاردياك بيشنتس، ومعظم الكاردياك بيشنتس هم الدرلي عشان كده بيستخدموها في الالدرلي. العيب بتاعها ان هي مور سنترال سايد افكتس. طيب في هنا معلومه بتقول ان الكلور برومازين الكلوروبرومازين بيعمل لي ماركت سيديشن يعني هو مهدئ، بينما التراي فلو برازين ده مش مهدئ قوي. طيب الحاجه المهدئها استخدمها في الانسان اللي هو مش هادي اللي هو بيبقى اكسايتد واجريسيف. اما التراي فلو برازين هستخدمها في الانسان اللي هو هادي اللي هو عنده سوشيال ويذرول. مميزات التيبيكال ايجنتس ان هي رخيصه، الاي ام بريبريشنز بتاعتها متاحه فبالتالي بيستخدمها في الاكيوت والكرونيك عادي. البارينترال اللي هو مثال منها الاي ام بيبقى لونج اكتنج بيقعد لفتره طويله. الانديكيشنز بتاعتها يا اما استخدمها دلوقتي للرابيد كنترول بتاع الاجريسيف في حاله سكيزوفرينيا، يا اما استخدمها كمنتيننس ثيرابي على المدى الطويل لو الاورال ادمنستريشن صعب، او عشان نمنع الريلابس اللي هو الانتكاسه. البريبريشنز بتاعتها انا عندي اللي هو الهالوبريدول بستخدم 50 لـ100، اما الكلوبينثكسول بستخدم 200 في الشهر، الاتنين دول في الشهر ماشي. ديسكالكيوليشن بيقول ان البارينترال دوز في الشهر بيساوي الاورال دوز في 20 يوم، معنى كده البارينترال مور افكتيف. الاتيبيكال انسايكوتكس بقى هي يعني احنا عرفنا ان هي بتشتغل على سيروتونين زي الدوبامين وليها برضو اوتونوميك وميسلينيس عادي خالص. طيب ايه هي مميزاتها بقى على التيبيكال؟ ان هي للسنترال سايد افكتس فبالتالي هي مور سيلكتيفيتي على الميزوليمبيك سيستم، ميزوليمبيك سيستم بقى فبالتالي مش هتعمل لي بقى الباركنسونيزم والحاجات ديت زي ما هو مكتوب، ما عدا الريسبريدون هنقراه دلوقتي هو عضو من اعضاء الاتيبيكال بيعمل لي ممكن بيعمل لي جلاكتوريا وجاينيكوماستيا. الميزه الثانيه ان هي مور افيكاسي لانها بتقفل السيروتونين اكتر، وبما ان قفلت السيروتونين يبقى كده عالج النيجاتيف مش البوزيتيف بس، عالج النيجاتيف والبوزيتيف. المعلومه دي نقراها في السلايد الجاي. ايه هما الممبرز بتاعه الاتيبيكال؟ كله عارف علا رزق، كل اللي هو كلوزابين، علا اللي هو اولانزابين، ورزق اللي هو ريسبريدون. طيب تعال اول حاجه نتكلم على كله عارف على رزق، ناخد كله مع انه كله المفروض يستخدم في كله لانه هو لسه انتر سايد افكتس اللي بستخدموش في كله، بستخدمه بس في الريزيستنت كيسز اللي هي 30% لانه بيعمل لي اجرانيوسايتوسيس وسيجرز. اجرانيوسايتوسيس يعني نقص الوايت بلاد سيلز. وكمان بيقول ان الاولانزابين شبه الكلوزابين بس الاولانزابين ما بيعملليش اجرانيوسايتوسيس، واحنا عرفنا من السلايد اللي فات ان الريسبريدون بيعمل جاينيكوماستيا وجلاكتوريا. بيقول ان الاتيبيكال دلوقتي بتستخدم في علاج الاوتيزم عشان اعالج الايرتابيلتي والديسربتيف بيهيفير. الانتي مانيك دراجز، مانيا يعني جنون، انتي مانيك دراجز يعني دراجز ضد المانيا اللي هو الجنون. بعالج عن طريق الليثيوم كربونات، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن مونوفالنت كاتيون يعني كاتيون احد التكافؤ شبه الصوديوم. الكليه مفروض تخرج بوتاسيوم وتعمل ابزوربشن للصوديوم.
فيقوم الليثيوم بيتخانق مع الصوديوم علشان يحصل له ريابزوربشن. طيب لو واحدة عندها ضغط وبتاخد دايوريتكس، لما الصوديوم يخرج الليثيوم يحصل له ريابزوربشن، فبالتالي ممكن يحصل ليثيوم توكسيسيتي. فعشان اعالج ليثيوم توكسيسيتي اديله صوديوم زي ما هو كاتب هنا بالظبط. طيب ازاي الليثيوم كربونيت بيشتغل؟ دلوقتي هو واحد مجنون في خلايا مجنونة زيه. الخلايا بتتجنن ازاي؟ عن طريق ان النيورو ترانسميتر يمسك في السيل. حلقة الوصل بينهم هو البي اي بي 2 الفوسفونيستول باي فوسفيت. طيب فيقوم الليثيوم يجي يعمل ايه؟ يقوم عامل بلوك للانزيم اللي بتعمل ريسايكلينج لده. فبما اني كسرت حلقة الوصل بينهم، فانا كده كسرت، مش النيورو ترانسميتر مش هيعرف يمسك في الخلية. هو نفس الكلام اللي اتقال ده. استخدامات الليثيوم كربونات على دلوقتي، يعني على المدى الطويل دلوقتي كأنتي مانيك، لأنه بيقلل المانيك بيهيفير في المانيك فيز، وبستخدم مع الأنتي سايكوتكس عشان أعمل رابط كنترول في السيفير مانيا، لأن الليثيوم بيتأخر تأثيره لسيفرال ويكس. على المدى الطويل معلومة مهمة، المود ستابلايزر بتساوي ليثيوم، ما تنسوهاش. مود ستابلايزر لأنه بيقلل المود سوينجز، يعني تقلبات المزاج، فهو كده بستخدمه كمنتنت الثيرابي. السايد افكتس بتاعته، خلينا ناخد ان هي بتبقى على الجسم كله، وبعد كده على السي ان اف والثايرويد والجي اي تي والرينال. على الجسم كله فهو توكسيك، تعال نشوف على الجسم كله فهو توكسيك لانه كوموليتيف، يعني بيتراكم في الجسم، وكمان لونج تي هاف، يعني بيقعد في الجسم من فتره طويله، ونارو تي 1. طب ازاي بقى ان انا اعالج الموضوع ده؟ ان انا اقلل السيرم ليثيوم ليفل عن طريق ان انا اظبط الدوز بتاعه الليثيوم، خصوصا لو هو الاكسكريشن بتاعه قليل. طب امتى الاكسكريشن بتاع الليثيوم يقل؟ لما اكون بخرج صوديوم كتير في حاله دايوريتكس، او لما تكون الكيدني ذات نفسها فيها مشكله، زي الناس الكبار بيبقى عندهم نقص في رينال فانكشن، ممكن يتحول لرينال ديس فانكشن. خدنا اول واحد فيهم اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن ان هو توكسيك دراج. خلينا ناخد معاه الثايرويد، فهو بيعمل بيناين انلارجمنت بي او بدون هايبوثايرويديزم. ان انا الموضوع بقى عشان اخد بالي منه لازم اراقب الثايرويد فانكشن. سي ان اس بيعمل فاين تريمورز، وكمان ممكن يقلب لكورس تريمورز وجي اي تي سيمتومز. جي اي تي بيعمل نوزيا فوميتنج ودايريا. على الرينال بقى فهو هو انتاجونست الاي دي اتش، انتي دايوريتيك هرمون، الهرمون مضاد للدرار بول. فبالتالي الهرمون ده ما يقل هيحصل دايوريسز، فكميه كميه ميه كبيره هتخرج، فهتعمل بوليوريا، وعشان اعوضها هيبقى فيه ثيرست. فبيخيل الشخص ده انه عنده يابيتس، بس هو مش بيبقى عنده يابيتس، هو بيبقى عنده يابيتس انسيبيدس، يعني سكر كاذب. وكمان نتيجه ان الكليه بتشتغل كتير فيحصل رينال تيوبلر بالدمج. ده كان الموضوع ده ازاي؟ عن طريق ان انا الاحظ الكيدني فانكشن. طب الليثيوم عرفنا انه توكسيك، فبيعمل اكيوت توكسيسيتي لما تكون الليثيوم سيرم ليفل، السيرم ليثيوم ليفل اكتر من 2.5. ما تنسوش الرقم ده يا شباب. ايه اعراضه بقى؟ A B C. ايه اللي هو عباره عن اتاكسيا واريثميا. اتاكسيا يعني لو واحد سكران ما يعرفش يمشي على خط مستقيم، دي اتمنى الاتاكسيا. اريثميا يعني عنده انتظام في ضربات القلب. البي هتبقى دي اللي هو دايريا وفوميتنج وكورست تريمورز. ما تنسوش يا شباب الداتا دولت عشان هم الايرلي ساينز بتاعه التوكسيسيتي. السي اللي هو عباره عن كونفيوجن وكونفالجن وكوما. ازاي بقى اعالج الليثيوم توكسيسيتي؟ عن طريق ان انا بديله فلويدز، وكمان بقى بديله صوديوم بايكارب. الفلويدز عشان اعمل دي هايدريشن، وصوديوم بايكارب عشان اقلل الليثيوم ريابزوربشن واكتر الليثيوم اكسكريشن. ربنا يوفقكم يا شباب.